السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلم أني كنت أغيب عليكم كثيرا، لذلك هناك بعض المستجدات بخصوص تجهيز محل في مدينة طنجة خاص بمستلزمات المنزل. ستكون هناك جميع المستلزمات الخاصة بالمنزل، وتعتبر الحيوانات الأليفة من طيور، قطط وكلاب، يعني هي أيضا من مستلزمات المنزل. يعني الهواة يحبون أي شيء يتعلق بالحيوانات الأليفة، لذلك سيكون المحل مجهز إن شاء الله بكل المستلزمات الخاصة بالطيور والقطط والكلاب إن شاء الله. المهم، في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق بخصوص الأومنيفيت الخاص بتجهيز الطيور من شركة فيرسيلاغا. هذا الأومنيفيت كما تعلمون أن الطيور تكون بحاجة كثيرة للفيتامينات والأحماض الأمينية خلال طوال السنة وأيضا عند التفريخ. أهم شيء في الأومنيفيت وهو يتكون من 15 فيتامين متنوع وأيضا من الأحماض الأمينية. نعلم أن الفيتامينات وأن الأحماض الأمينية أيضا يعني مهمة جدا ولها دور كبير في توفير الطاقة أو الحاجيات التي يستهلكها الجسم الطائر خلال طوال السنة وليس فقط في فترة التفريخ، لكن في فترة التفريخ سيحتاج الطائر لكمية أكبر من الفيتامينات والأحماض الأمينية. لذلك الأومنيفيت يلعب دور مهم في تجهيز الطيور وأيضا لرفع أي رفع مناعتها أو الصحة العامة الخاصة بها. فيمكن أن نقول أن الأومنيفيت هو يعني عبارة عن خليط بين النيكتون اس والنيكتون او، يعني بمثابة فيتامينات متنوعة وأيضا فيتامينات خاصة بالتجهيز. يعني المهم بالنسبة للأومنيفيت فهو يأتي على شكلين، الخاص بال 25 جرام وال 200 جرام. في العلبة الخاصة بال 25 جرام يعني الثمن الخاص بها في المغرب هو 60 درهم، يعني لا يجب أن يتجاوز 60 درهم. يعني الثمن الخاص ب 60 درهم يكون مرفق بعلبة خاصة ب 25 جرام، يعني علبة صغيرة. غالب المربين الذين لديهم فقط يعني زوج لحدود 5 أزواج يمكن أن يستعملوا الأومنيفيت الصغير، أي العلبة الصغيرة 25 جرام، لكن بالنسبة للمربين الذين لديهم أكثر من 5 أزواج، يعني الأزواج الطيور الصغيرة، أتحدث عن الزبرة والبنغالي وغيرها من الطيور الصغيرة مثل الكنار، لكن إذا كان لديك البادجي أو طيور الحب، الكالوبسيت، الكوكتيل وغيرها من الببغاوات متوسطة الحجم إلى الكبيرة، سوف تحتاج إلى الحجم الكبير وهو 200 جرام. 25 جرام كما قلنا يعني 60 درهم، وهو يحتوي على علبة صغيرة تكون مقفلة جيدا، يعني بها غلاف ألومنيوم لحفظ جودتها، وتكون هناك أيضا قطعة دائرية صغيرة لحفظ الرطوبة داخل العلبة لحماية جودتها، وأيضا تكون مرفقة بملعقة خاصة بجرام واحد. يعني كما تعلمون فطريقة استعمال الأومنيفيت وجميع غالبية جميع منتجات الفيرسيلاغا وأيضا المكملات الأخرى وهي جرام واحد في 250 مليلتر ماء، أو جرام واحد يعني في 250 جرام من الأكل اللين، يعني خلطة البيض أو الباتي أو غيرها من الأكلات. يعني الملعقة التي تكون مرفقة بالعلب فهي توازي أو تعادل 1 جرام، لذلك نقوم باستعمال ملعقة في كل 250 مليلتر من الماء أو 250 جرام من الأكل. بالنسبة للعلبة الكبيرة أيضا فهي تأتي في علبة كرتونية وتأتي مرفقة بملعقة، ملعقة وقارورة 200 جرام، وهي أيضا تأتي مغلقة بغلاف ألومنيوم مغلف بإضافة إلى غلاف أبيض، يعني تأتي على هذا الشكل حتى تعلموا يعني الشكل يعني الأساسي، يعني اللي ماشي مزور، يعني أوريجينال، يعني يأتي على هذا الشكل، يعني تغليف محكم وأيضا تكون يعني الجودة جيدة دون أي إضافات أخرى.
بالنسبة لثمن العلبة الخاصة ب 200 غرام فهو 132 درهم. لذلك هذا المنتوج الخاص بالتجهيز وأيضا برفع قوة أو مناعة أو صحة العامة للطائر، يفضل دائما استعمالها بشكل دائم مثل استعمال الفيتامينات المتنوعة. ففي طوال السنة نقدمه يعني مرة في الأسبوع عند التفريخ، مرتين في الأسبوع، وعندما يكون الطائر في مرحلة ما بعد العلاج، أي بعد تقديم الدواء بيطري أو غيره من الأدوية، نقوم بتقديمه لمدة 5 أيام متتابعة لتعويض الفيتامينات وأيضا يعني الأحماض الناقصة في عند الطائر. كمكمل آخر هناك الفيرتيفيت. الفيرتيفيت يفضل دائما استعمال يعني العلبة الصغيرة جدا، يعني 25 غرام كافية لغالبية المربين، لأن الفيرتيفيت نستعمله فقط لأربعة أسابيع قبل التفريخ ثم نتوقف، وقليلا، وأنا شخصيا لا أستعمله إلا نادرا جدا. لذلك العلبة الصغيرة يعني 25 غرام هي فقط التي كنت أستعمل دائما، لذلك هي أيضا فقط التي قمت بتوفيرها في يعني للبيع، وهي أيضا بثمن 60 درهم بنفس الثمن وحجم الصغير بالنسبة للأومنيفيت. لذلك الفيرتيفيت يعتبر كمكمل يعني أقل رتبة عن الأومنيفيت، يعني الأومنيفيت هو المكمل الغذائي الأكثر أهمية مقارنة مع المكملات الغذائية الأخرى. من جانب آخر هناك الكالسيليوكس، وقد سبق أن تحدثنا عليه في مقطع آخر. الكالسيليوكس هو ب 880 درهم، يعني 180 درهم، يعني علبة 500 غرام. العلبة يعني يمكن أن تقوم بشرائها بنصف علبة، يعني 100 درهم، يعني بالعبار 100 درهم، وثمن العلبة الكاملة 500 غرام 180 درهم. يعني هذه المكملات التي يجب أن يتوفر عليه المربي، والأثمنة جد مناسبة للجميع، وأيضا كما ذكرنا في السابق فالتوصيل متوفر لجميع المدن المغرب. مرحبا بالجميع، السلام عليكم.